أول حاجة هذا الرجل يطعن في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ويطعن في أكثر من حفظ هذه الأحاديث اللي هو أبو هريرة رضي الله عنه. وما اختار هذا الدكتور المسمى بعدنان إبراهيم الطعن في أبي هريرة إلا لأنه يعلم أن أبا هريرة من أكثر الصحابة رواية للأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا طعن في أبي هريرة في ظن هذا الدكتور يكون بذلك قد طعن في كل الأحاديث وانتهى منها كما يظن وكما يزعم. نشوف المقطع رقم واحد، يطعن فيه في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في قصة خلق حواء من ضلع آدم، وبالمقابل يطعن فيه في أبي هريرة راوي هذا الحديث طعنا شديدا. بعد ذاك نرد عليه. أو أمها عفوا حواء خلقت من ضلع آدم، قضية واردة في التوراة في سفر التكوين في أول إصحاحات سفر التكوين، فالمسألة لها أصل إسرائيلي، أصل إسرائيلي، أصل في كتاب أيها الإخوة. فهل يمكن أن يقال أن هذا تسرب إلى المسلمين عن طريق هذه الإسرائيلية، خاصة وأن أبا هريرة ممن أكثر عن بني إسرائيل، كان مولى عنه بأحاديث بني إسرائيل وبإسرائيلياتهم، وكان خبيرا وخريتا، حتى أخرج الإمام البيهقي ذكر ذلك الذهبي في تذكرة الحفاظ أن كعب الأحبار وهو اليهودي اليمني الذي جاء المدينة المنورة في خلافة الفاروق عمر وأعلن إسلامه هناك، وكان من أحبار اليهود ومن علمائهم الكبار المدعي أو المشاهير، كان أبو هريرة يجلس إليه بل أولى من جلوس إليه كثيرا وأخذ عنه كثيرا طائلة، حتى قال مرة كعب الأحبار: ما رأيت أحدا لم يقرأ التوراة هو أعلم بما فيها من أبي هريرة. يكاد يحفظها، يكاد يحفظها. أول حاجة الحديث الذي أنكره هذا المجرم هو حديث صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. وزاد في رواية خارج البخاري صحيح الألباني قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاستمتعوا بالنساء على عوجهن. وفي رواية قال: فإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها، فاستمتعوا بهن على عوجهن، إلى غيرها من الروايات. فحواء خلقت من ضلع آدم الأعلى. وقال ابن كثير نقلا لبعض الآثار أنها خلقت من ضلع آدم الأعلى الأقصر الأيسر، إلى غير ذلك من الآثار. وأصل هذه الرواية في صحيح البخاري كما بينا. طيب، فكون ينسف هذا الحديث الصحيح الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء عنه الحديث بإسناد صحيح، نقل إلينا نحن بإسناد صحيح، وقد قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فكونه دار ينسب الحديث ويعلل ذلك بأنه أبو هريرة قال كان مولعا برواية الإسرائيليات، وأيضا يعلل ذلك بأنه القصة دي عندها أصل في التوراة في كتب اليهود، هذا لا يعني إبطال هذه القصة. لماذا؟ لأنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ونقل عنه ابن حجر في فتح الباري أنه ليست كل آية في التوراة أو في الإنجيل محرفة، بل لا بد أن تكون هناك بعض الآيات وبعض الأشياء باقية صحيحة. ولكن نحن نقول عن التوراة والزبور والإنجيل أنهم قد حرفوا، يعني فيه محرف وطالتهم يد التحريف، ولكن لا يعني ذلك أنه لم يبقى ولا كلمة من كلام الله أو لم يبقى آية من آيات الله. في حق موجود في التوراة، وفي حق موجود في الإنجيل، ما زال موجود رغم أن التوراة محرف والإنجيل محرف.
فما كل شيء ورد في التوراة معناته نبطل به والذي ورد في كتابنا أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما كل شيء. مثلا ما ورد في العهد القديم قال عيسى بن مريم: إلهي وإلهكم الذي في السماوات. دي آية موجودة في العهد القديم: إلهي وإلهكم الذي في شنو؟ السماوات. أها نبطل الآن وردت في التوراة؟ معناها لا إله إلا الله وأن الله سبحانه وتعالى في السماء، ده باطل ولا حق؟ حق عندنا في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلأنه جاء معناها في التوراة معناته باطلة يعني؟ ما معناته باطلة؟ الرجل ده كلامه ده باطل ويدل على غبائه وبلادته وعداوته لدين الإسلام. بعدها قال أبو هريرة كان مولع برواية الإسرائيليات، وكما ذكر قال الذهبي والبيهقي. أول حاجة كما ذكر الذهبي والبيهقي دماء إنه أبو هريرة كان مولع برواية الإسرائيليات، دي ما هي، وجابها عشان يلبس بها. دي الثانية إنه كعب الأحبار أسلم وآمن و إلى آخره، ده الذكر الذهبي والذكر البيهقي. خلاص، فكون أبو هريرة كان مولع برواية الإسرائيليات دي زيادة من راسنا يا جماعة عدنان إبراهيم أخزاه الله تبارك وتعالى. قال: حتى قال كعب الأحبار إن أبو هريرة يعلم كل شيء في التوراة أو نحو من ذلك. ما في مشكلة، ما في مشكلة، ولا يدل هذا على إبطال ما رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام. ما في علاقة بين ده وبين ده. أنا الآن قريت التوراة وقريت الإنجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا، هل معناته أي كلام أقوله من القرآن معناته باطل أو من السنة معناته باطل لأنه أنا قريت التوراة المحرفة عشان بناظر وما قريت عشان حاجة تانية، أو قريت الإنجيل المحرف عشان بناظرهم؟ ما معناته كده. فده تدليس من هذا الرجل للحديث الصحيح. أما الحديث كيف يبطل أو يضعف؟ بصورة علمية، بصورة علمية يدرس الرجال يعني إسناد هذا الحديث، ويبين لنا أو يبين لنا هذا الرجل إنه الحديث في إسناده في فلان وفي علان، وضعف فلان من العلماء وضعف علان من علماء الجرح والتعديل، ولقينا كلامه حق يوافق الصواب والدليل بناخده. لكن أما بس ساكت كده الحديث ما لفق معه يقول كلام باطل زي ده لا يقبل، والحديث صحيح ويوافق هذا الحديث القرآن. وين؟ خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، من سورة النساء. فمن نفس واحدة وخلق منها شنو؟ زوجها. النفس الواحدة هي آدم، ومن نفس آدم خلق ربنا سبحانه وتعالى شنو؟ حواء. وهذا الذي يريد عدنان إبراهيم أن ينكره وكلامه باطل بنص القرآن والسنة. وصية القحطاني: لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.